أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس تفسير سورة صاد في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا وإياكم وأهلينا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وصلنا إلى قول الله عز وجل: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أي اذكر يا محمد حال هذا النبي العظيم الذي صار مثالا وقدوة للناس من بعده في أمر الصبر، واذكره ليقتدي به الناس وليتعظوا بحاله. ونسبه إلى العبودية لأن مقام العبودية هو أجل المقامات وأسناها. قال: إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أشير إلى قصة أيوب عليه الصلاة والسلام في سورة الأنبياء، وقد مررنا بها بحمد الله عز وجل، ونعيد خلاصتها في هذا الموطن، وهو أن أيوب قد أنعم الله عليه بالرزق الوفير والذرية الكثيرة، فابتلاه الله عز وجل بأن ذهبت أمواله وبساتينه، ثم أهلك الله عز وجل أبناءه، ثم سلط عليه إبليس في جسده حتى تمرق شعره ويبس جلده ورق عظمه. فلما طال ذلك به قال: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ولم يكن طيلة بلائه يزيد على أن يذكر ربه سبحانه وتعالى ويستغفره. فلما طال به الضر أو حصل أمر ذكره بعض القصاص مما روي عن بني إسرائيل، دعاه إلى أن يقول هذا الدعاء: إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. والمقصود بالنصب يعني بتعب وبلاء، وعذاب أي ألم. فأنزل الله عز وجل العلاج له بقوله: أركض برجلك، يعني حرك رجلك بالأرض أو اضرب برجلك الأرض لينبع ماء من الأرض تغتسل منه فيشفى ظاهرك، وتشرب منه فيشفى باطنك. ووهبنا له أهله ومثلهم معه رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. أي رد الله له أهله، أي أحياهم بعد أن ماتوا، وهم ذريته الذين ذهبوا في وقت الابتلاء، وجعل له مثلهم معه رحمة من الله عز وجل وجزاء له على صبره، لأنه ضرب مثلا عظيما للمؤمن الصابر الذي لا يشكو حاله إلى المخلوقين ولا يشكو الرب إلى المربوبين، وإنما يشتكي إلى الله وحده. فقال: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ولم يقل ارفعه عني يا رب، وإنما ذكر الحال فقط، وهذا لون من ألوان التوسل بالله عز وجل،
وهو أن يتوسل العبد إلى ربه بحاله، كما قال موسى: إني لما أنزلت إلي من خير فقير، كما يقول الإنسان في استغفاره: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فهو يتوسل إلى الله بحاله، وهو أنه ظلم نفسه ظلما كثيرا، فيقول: أنا أعترف بذلك، وأنت حقيق بأن تغفر لمن اعترف لك وانطرح بين يديك. قال: ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، أي موعظة لأصحاب العقول لكي يأخذوا من حال أيوب عبرة، ويعلموا أنه سبقت لهم في الأنبياء قدوة، فإذا ابتليت فاعلم أنه قد ابتلي من هو خير منك. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل ويبتلى الرجل على قدر دينه، وما يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بخامة الزرع، وهي الزروع الصغيرة مثل الخس والكراث والقمح وغيرها، تتفيأها الريح يمينا وشمالا، وهذا معناه كثرة البلاء الذي يصيبه، لكنه ثابت في مكانه، لا تقلع الريح الزرع إنما تقلع الشجر. وشبه المنافق والكافر بالأرزة، وهي الشجرة العظيمة التي تأتي إليها الريح ما تحركها، لكنها بعد ما تأتي مرتين أو ثلاث تقلعها بالكامل فتسقطها فتذهب ولا يبقى لها بقية. قال: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. خذ بيدك ضغث، الضغث هو الحزمة من الحطب أو العذق الذي يكون فيه شماريخ كثيرة. خذ هذا الضغث فاضرب به، ولم يذكر في الآية من يضرب، لكن دلت الآثار على أن أيوب عليه الصلاة والسلام حلف أن يضرب امرأته 100 جلدة، وذلك لأمر فعلته خالفت فيه مراده فحلف أن يضربها، ولكن لئلا يفتح باب لضرب النساء قال الله: فاضرب به، ولم يذكر المضروب، لأن الحالة التي أبيح لأيوب أن يفعل فيها هذا الفعل هي حالة خاصة، وهي أن امرأة أيوب فعلت فعلا اجتهدت فيه، خالفت فيه مراد أيوب. قيل إنها ذهبت فلقيها الشيطان على شكل طبيب، فسألته: هل لك أو عندك من طب؟ فقال: قولي لزوجك يذبح سخلة ولا يذكر اسم الله وسيشفى. فجاءت يعني مستبشرة تظن، أو شيئا من هذا القبيل، فعلت فعلا اجتهدت فيه، وقد كانت امرأة صابرة. لما نفر الناس من أيوب عليه الصلاة والسلام ولم يبق معه أحد، بقيت هي معه تخدمه وتقوم عليه وتمرضه وتنفق عليه رضي الله تعالى عنها وأرضاه، فأكرمه الله وأكرمها. أما إكرامه لها فجعل هذه الضربة الواحدة تقوم 100 ضربة، تقوم مقام 100 ضربة، وأكرمه بأن لم يحنف في يمينه، فالذي حلف عليه قد وقع، ولم يكن في شرعهم كفارة اليمين، وإلا لو كان في شرعنا لقيل له: كفر عن يمينك، وانتهى الموضوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها فآتي الذي هو خير وأكفر عن يميني. ولذلك إذا قال الإنسان: والله ما أزور فلان، والله لا أسلم على فلان، والله لا أنفق على فلان، يقال له: الأفضل أن تحنث في يمينك وتكفر عن يمينك، كما قال الله في سورة البقرة: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يعني لا تجعلوا اليمين بالله معترضة بينكم وبين البر وفعل الصلاح. قال الله جل وعلا: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به،
وهل يفتى بهذا لمن احتاج إلى مثله؟ مثلا لو كان عندنا إنسان احتاج إلى أن يضرب 100 جلدة لأنه مثلا زنى أو قذف، ولكنه لا يتحمل إقامة الحد عليه لكونه ضعيف البدن أو يخشى من تلفه، فيقال نعم إذا احتاج إلى مثل هذا فعل. قال: إنا وجدناه صابرا، هذه شهادة من الله، يعني ابتليناه ابتلاه الله ببساتينه ثم بهائمه ثم أمواله ثم أولاده ثم بدنه، وصبر مع ذلك كله، لم يشتكي ولم يتسخط ولم يجزع. فالله عز وجل أعطاه هذه الشهادة، وأعظم بها من شهادة: إنا وجدناه صابرا، أي ذو صبر عظيم، نعم العبد إنه أواب. كلما نزل به بلاء آب إلى الله ورجع إليه وسلم الأمور له. قال الله جل وعلا: واذكر عبادنا، اذكرهم ذكر تشريف وإكرام وإعظام حتى يقتدي بهم الناس. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ويعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم، وإسحاق هو ابن إبراهيم من سارة وليس من هاجر. أولي الأيدي والأبصار، انظر مدح إبراهيم وإسحاق ويعقوب بأن الله جعل لهم قوة، قوة في الحق، قوة في أبدانهم، قوة في أحوالهم، فهم يأخذون دين الله عز وجل بقوة، لا يتسمون بالضعف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، والمستحب للمؤمن أن يتقوى دائما ويأخذ بجميع أسباب القوة ولا ينتظر ويكون ضعيف، نحن لا حول لنا ولا قوة لنا، ما عندنا شيء، ما نستطيع نفعل شيء، هذه أمور قد غلبنا عليها الكفار. لا، يجب عليك أن تبادر وأن تقوي نفسك وأن تتعلم العلوم والصناعات والمهارات لكي تكون قوياً، وتجعل قوتك هذه في سبيل الله ولأجل إعزاز ونصر دين الله. وما ذل دين الله وذل المسلمون في هذا العصر إلا لأننا تركنا الأخذ بأسباب القوة، وأسباب القوة لا تعرف دين، يعني ليست للمؤمنين دون الكافرين، أو للكافرين دون المؤمنين، أو للغربيين دون الشرقيين، كل من أخذ بها نال القوة. فالغربيون أخذوا بأسبابها وسعوا في طلبها وبذلوا الجهد في الوصول إليها فوصلوا إليها، ولو بذلنا نحن الجهد في الوصول إليها وسعينا في طلبها لوصلنا إليها. اليابانيون ليسوا من الغربيين وهم وثنيون، أخذوا بأسباب القوة بعد أن ضربوا ضربة قاصمة عندما ضربتهم أمريكا بالقنبلتين النوويتين، فصاروا بعد الضربتين أقوى منهم قبلها، علما بأنهم خسروا بسبب ذلك خسارة عظيمة جدا، لكنهم لم يتلبثوا ولم ينتظروا، بل أخذوا بأسباب القوة حتى أصبحوا الآن من أقوى دول العالم اقتصاديا وصناعيا. قال الله عز وجل: أولي الأيدي والأبصار، لا يراد منا أن نكون من أصحاب القوة البدنية والمالية دون أن يكون لنا بصيرة نافذة وفكر متقد وعقول ناضجة وفهم لدين الله ولواقع الحياة ولأسباب النصر والتمكين ولأسباب الوصول للعز الدنيوي والأخروي، بل يجب أن يكون عندنا القوة في الأبدان والأموال والأحوال والبصر النافذ والعقل الناجح والفقه التام والفهم العميق، هذا هو المطلوب. لا أن يكون الواحد منا درويشا رخوا ضعيفا لا يقدم ولا يؤخر ولا ينفع ولا ينجح ولا يسود ولا يرتاد موارد العز والتمكين والنصر والإعزاز لهذه الأمة. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، ذكر الله مما اصطفاهم به أنه أخلصهم بخالصة. ما هي هذه الخالصة؟ قال: ذكر الدار، يعني أنهم يذكرون الدار الآخرة
في كل أحواله، ولذلك قوتهم وعملهم وبصرهم كله لله، وما مدحوا إلا لأنه كان لله، وليسوا كمن يستعمل قوته في تكثير ماله وتكثير شأنه والرفع من سمعته في الدنيا وتعظيم جاهه، بل إنه يسعى في كل هذه الأمور من أجل الله، من أجل أن ينال رضا الله، من أجل أن يحقق الدرجات العالية في الدار الآخرة. إذا تصدق، وإذا عمل، وإذا زرع، وإذا صنع، وإذا قام، وإذا قعد، وإذا جاهد، وإذا سافر، وإذا حضر، وإذا أكل، وإذا شرب، لا يريد بذلك إلا وجه الله والدار الآخرة. قال الله عز وجل: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، أي قد اصطفيناهم وأخلصناهم وجعلناهم خلاصة في عبادنا وهم أخيار. ثم قال: واذكر إسماعيل وهو ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واليسع وهو أحد أنبياء بني إسرائيل، وذا الكفل وقد اختلف فيه هل هو رجل صالح أو نبي، لكن ذكره مع الأنبياء في سورة الأنبياء وفي هذه السورة يدل على أنه نبي، واختلف في شأنه اختلافا ليس عندنا فيه بينة. وكل من الأخيار، أي كل هؤلاء المذكورين، داود وسليمان وأيوب وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل واليسع وذا الكفل، كل هؤلاء من الأخيار، أي من خيار عباد الله في أخلاقهم وأعمالهم وأقوالهم وسائر أحوالهم. هذا ذكر، أي هذا شرف وثناء جميل يذكرون به، أو هذا تذكير منا لكم بحال هؤلاء الذين ذكرنا لكم أحوالهم، أو أمرنا نبينا أن يذكر لكم أسماءهم لتقتدوا بهم. وإن للمتقين لحسن مآب، من اتقوا الله لهم حسن العاقبة والمرجع وهي الجنة. ما هو حسن المآب؟ قال: جنات عدن، جنات وليست جنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ومن دونهما جنتان. جنات عدن أي جنات إقامة فيها خلود دائم لا انقطاع له ولا فناء، مفتحة لهم الأبواب، مفتحة، إما مفتحة لكثرة الأبواب أو مفتحة لكثرة فتح الأبواب عليهم بسبب أن الخدم يأتون إليهم بأنواع الأطعمة والأشربة والملاذ، وهذا يدل على أن في الجنة غرفا وقصورا كثيرة جدا ذات أبواب. قال الله عز وجل: متكئين فيها، أي لأنهم لا عمل عندهم في الجنة، ما في سعي ولا كسب ولا شقاء ولا نكد، دار راحة ولذة وحبور وسرور. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، أي لا هم لهم إلا نيل الطيبات والحصول على المشتهيات. يدعون فيها بفاكهة كثيرة منوعة، لا يمكن أن تأتي فاكهة مثل الفاكهة التي سبقتها، وإن تشابهتا في المنظر فإنهما يختلفان في الرائحة والطعم، وأتوا به متشابها. وشراب أي وأشربة أيضا متنوعة. وعندهم باقيات مقيمات، قاصرات الطرف أي زوجات قد قصرن عيونهن على أزواجهن، لا يطمحن إلى غيرهم ولا يرين أن هناك أحسن أو أجمل منهم، فهن مكتفيات مقتنعات بمن خلق الله لهن من الأزواج. أتراب أي على سن واحدة، وهذا أجمل في المنظر وألذ، لأن الإنسان لو كان عنده كما هو الحال في الدنيا، كن عنده زوجتان، زوجة عمرها 40 وأخرى عمرها 20، لا شك أنه سيقع في حيرة إذا نظر إلى هذه، وإذا فتوة وجمال وصحة ورطوبة ونعومة، وإذا نظر إلى تلك، وإذا سن كبيرة وعالية ويعني ترهل وضعف
وشيب، ولا بد له من العيش بهما لأنه لا يستغني عن واحدة منهما. أما في الآخرة فليس فيها شيء من هذا التردد ولا الاضطراب، كل الزوجات في سن واحدة، فأنت أينما نظرت وأينما توجهت وأينما التفت وجدت الذي تهوى وتعشق وترتاح إليه وتطرب لرؤيته. هذا ما توعدون ليوم الحساب، هذا هو وعد الله لكم الذي يعدكم به إذا جئتم إليه وبعثتم وحصل لكم منه الجزاء العظيم. إن هذا لرزقنا وعطاؤنا الذي نعطيه عبادنا ما له من نفاد، لا ينفد ولا يبلى ولا يصيبه الفناء. قال الله عز وجل: هذا وإن للطاغين لشر مآب. هذا للمتقين، هذا الذي ذكرنا للمتقين. أما الطاغون وهم من طغى وبغى وتعدى الحدود في البغي والكفر والتكذيب والاستكبار عن أمر الله، للطاغين شر مآب، شر مرجع، فهم يرجعون إلى نار تلظى، جهنم، وهي النار التي أعدها الله عز وجل لمن بغى وطغى واستكبر عن طاعة الله. يصلونها، إيش معنى يصلونها؟ يصلونها قال بعضهم يدخلونها، وهذا غير دقيق في المعنى، بل يمكن أن يقال يصلونها أي يدخلونها ويصلون بحرها، يصلون أي يشوون بحرها، وليس مجرد الدخول. يصلونها من الصلي، يعني يصطلون ويشقون بصلاها ونارها، نسأل الله العافية والسلامة. فبئس المهاد، بئس الفراش الذي يعد لهم، لأنهم سيكون فراشهم من النار وغطاؤهم من النار، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، يعني المهاد من النار والغاشية التي تغشيهم وتغطيهم أيضا من النار، فهم محوطون بالنار من كل اتجاه. هذا أي العذاب فليذوقوه حميم وغساق، أي يبتليهم الله عز وجل بعذابات متنوعة، ومن أشدها ذلك الحميم الذي لا يؤتونه في النار إلا بعد شدة العطش فيستغيثون من شدة العطش، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. قال العلماء: المهل هو ما يتبقى من الزيت كدردي الزيت، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، إذا قربه الواحد منهم وهو عطشان قد اشتد عطشه سقطت جلدة وجهه في النار أو في الماء، كما قال الله عز وجل: نزاعة للشوى، والشوى هي جلدة الوجه. هذا فليذوقوه حميم، أي ماء حار قد بلغ الحرارة العالية، قد بلغ المنتهى في الحرارة. وغساق، قيل الغساق والغساق هو صديد أهل النار، يعني ما يخرج من جروحهم وقروحهم وفضلاتهم يكون في أودية يسقى به أهل النار. وقيل الغساق هو الماء الذي قد بلغ الغاية في البرودة، يعني من الزمهرير، أو هو الزمهرير. وعلى كل لا مانع أن يجتمع هذا وهذا، فيكون الصديد المنتن يقدم لهم باردا بحيث لا يستسيغونه ولا يلتذون بشربه، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وآخر من شكله، أي من جنسه، أزواج أي منوع، حار وبارد، يعني يأتي من كل نوع من أنواع العذاب يأتي زوجا، نسأل الله العافية والسلامة، يعني يعذبون قائمين وقاعدين وعلى جنوبهم، ويعذبون بالحرارة وبالبرودة،
ويعذبون باجتماع وبانفراد وهكذا. هذا فوج مقتحم معكم، أي تقول لهم الملائكة أو يقول بعضهم لبعض هذا فوج، أي جماعة كثيرة قد جاءت. مقتحم معكم أي يقتحمون النار، وسبب اقتحامهم النار كما يقول العلماء هي أن الملائكة تسوقهم سوقا شديدا، فهم يخشون من سياط الملائكة العظيمة التي عذابها شديد، فإذا جاءوا إلى النار وهم يعلمون أنها النار يقتحمون فيها اقتحاما ويرمون فيها أنفسهم رميا خلاصا من العذاب الذي يلاحقهم ويعلمون أنه شديد عليهم. هذا فوج مقتحم معكم، فيقولون لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار، نحن لا نرحب بهم. انظروا يا إخواني، في الدنيا كانت تفتح لهم الأبواب ويصورون إعلاميا ويجلسون في القصور وفي المؤتمرات، يضرب لهم السلام الرئاسي أو العسكري أو الملكي، ويركبون أفخم الطائرات وأفخم البواخر وأفخم وأفخم وأفخم. في الآخرة لا أحد يرحب بهم، ولا أحد يفرح لمجيئهم، ولا أحد يناديهم بأسماء حسنة، ولا يجدون مكانا يلتذون به، لا يجدون إلا العقوبة والنار، إنهم صاروا النار. قالوا بل أنتم، أي يقول هؤلاء المقتحمون، لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، أنتم قدمتم لنا هذا العذاب، أو قدمتم لنا التكذيب الذي تبعناكم عليه فدخلنا معكم، فبئس القرار لنا ولكم. قالوا ربنا، أي قالوا جميعا، أو قال هؤلاء المتأخرون، ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، لأنهم يختلفون ويختصمون من هو السبب في دخولهم النار، كما ذكر الله عز وجل في سورة سبأ وفي سورة الأعراف وفي سورة البقرة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهم يلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعضا ويخاصم بعضهم بعضا، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، فيرد عليهم الآخرون يقولون أي وقال لكل ضعف ولكن لا تعلمون إيش، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، يعني نحن ما زدنا على أن دعوناكم وأنتم عملتم، فأنتم محاسبون بكسبكم ومجازون بعملكم، لماذا لم تعصونا، لماذا لم تتبعوا عقولكم وتتبع الهادي الذي جاءكم من ربكم. قال الله عز وجل قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. بعدما يدخلون في النار ويتفقدون يأتي سؤال، قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، وهم أهل الإيمان، أولئك إرهابيون أصوليون رجعيون ظلاميون، أتخذناهم سخريا، هل نحن بالفعل سخرنا بهم والحقيقة أنهم لا يستحقون السخرية، أم زاغت عنهم الأبصار، أم أننا لم نشاهدهم وهم موجودون معنا في النار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، هذا التخاصم سيكون حقا وسيكون بين أهل النار، حق ثابت واقع لا شك فيه ولا مرية.
قال الله عز وجل: قل لهم يا محمد جميعا إنما أنا منذر، ليس لي من أمركم شيء، لا أملك أن أهديكم أو أضلكم، لا أملك أن أقصركم على الإيمان، ولكني أنذركم، فهذا هو الذي سيكون منكم في الدار الآخرة. وما من إله إلا الله الواحد القهار، ليس لهذا الكون إله يستحق العبادة إلا الله الواحد القهار الذي قهر كل شيء، فهو قهار لكثرة من يقهرهم، وأيضا قهار صيغة نسبة، مثل ما تقول فلان خياط ونجار لأنه منسوب إلى الخياطة والنجارة ونحوها، فقهار أيضا نفس العملية صيغة، صيغة نسبة لأنها صفة لازمة لله عز وجل. قال الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، ذو العزة. وعزة الله عز وجل أنواع: عزة غلبة لأنه غالب، وعزة امتناع لأنه ممتنع لا يستطيع أحد أن يصل إليه بسوء، وعزة قدر، فلله عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع جل جلاله. الغفار، سمى نفسه غفارا لكثرة ما يغفر جل جلاله، ولعظم أيضا ما يغفر، فهو غفور لأنه يغفر كل الذنوب كبيرها وصغيرة، وغفار لكثرة من يغفر له، فهو سبحانه وتعالى كلما آب إليه عباده وتابوا إليه غفر له. وجمع بينهما لأنه قل أن يكون عزيز في المخلوقين ويكون غفارا، أو يكون غفارا ويكون عزيزا. أما الله فله العزة المطلقة وله المغفرة جل جلاله، فهو العزيز الغفار. ثم قال الله عز وجل لمحمد: قل هو، أي القرآن الذي أوحيته إليكم ومدحته لكم وجعلته ذي الذكر، وقلت كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هو نبأ عظيم، والنبأ هو الخبر المهم جدا كما يقال، وكالات الأنباء الأخبار المهمة وليست الأخبار العادية. نبأ خبر مهم جدا، عظيم أي عظيم الشأن والقدر والمنزلة. أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. أنا لم آتي بهذا القرآن من عندي نفسي، ولا علم لي بشيء إلا ما علمنيه ربي، فأنا ليس لي علم بالخصومة التي تقع في الملأ الأعلى، وكل خصومة تكون بين الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فما هي الخصومة التي وقعت؟ سيأتي ذكر لشيء منها، وهي خصومتهم في خلق آدم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، إلى آخر ما هنالك. وسيأتي هذا بعد قليل. ومن خصومة الملأ الأعلى خصومتهم في الكفارات والدرجات، كما هو في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام فرأى ربه في أحسن صورة، ثم إن ربه وضع أصبعه بين كتفيه حتى وضع يده بين كتفيه حتى وجد برد أنامله بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: فعلمت كل شيء، أو اطلعت على كل شيء، فرأيت يعني الملائكة يختصمون في الكفارات والدرجات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقية الحديث. قال: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى، أي الملائكة، إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. يعني ليس لي من العلم شيء إلا ما أوحاه الله إلي، فأنا موحى إلي بالنذارة، أنذركم وأكتفي بذلك. أما هدايتكم ودخولكم في دين الله فهذا أمره إلى الله ليس إلي. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، هذه خصومة الملأ الأعلى
التي وقعت قبل أن يخلق الله عز وجل آدم. فإذا سويته، أي قال الله لملائكته إذا سويته وكملت خلقه ونفخت فيه من روحي، روحي التي خلقتها لكي تكون سبباً في حياة الأجساد، فقعوا له ساجدين، أي يسجدوا له. وهذا السجود سجود عبادة لله وتحية وإكرام لآدم، فالملائكة سجدوا عبادة لله لأن الله أمرهم بالسجود، وهي نوع من أنواع الإكرام والاحترام والتحية لآدم الذي خلقه الله وميزه عن سائر المخلوقات بأن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لم يتخلف منهم أحد إلا إبليس، وإبليس ليس منهم لكنه كان مشتركا معهم في العبادة. قال إلا إبليس، أظهر الله عز وجل خبيئته ودسيسته الفاسدة وما في نفسه من الكبر والحسد في تلك اللحظة ابتلاء من الله عز وجل له. لما أمر الله الملائكة بالسجود وكان معهم أبى أن يسجد، استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ما الذي منعك أن تسجد لهذا الذي كرمته عليك؟ فسويت خلقه بيدي الكريمتين وهما يدان حقيقيتان لله عز وجل، ولا يجوز تفسيرهما بغير ذلك لأن غير ذلك لا يليق بالسياق. كيف يقال بنعمتي أو بقدرتي؟ يعني إبليس ما خلق بالقدرة أو ما خلق بالنعمة؟ كيف هذا؟ فالله عز وجل يقول لما خلقت بيدي، يدين حقيقيتين لله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول الله عز وجل أستكبرت ووقعت في الكبر أم كنت من العالين الذين لا يؤمرون بمثل هذا؟ فهو في الحقيقة استكبر، قال أنا خير منه، يرد النص بالقياس فيقول عندي أني خير منه، فكيف يسجد من الفاضل للمفضول؟ يرد على الله عز وجل. وهذا لا شك أنه قدح في العبودية من أساسها، فإن العبودية تقوم على الانقياد والسمع والطاعة، ولا تعارض أمر ربك عز وجل بقياس ولا بعقل ولا بذوق ولا بغيرها. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أولا قاس فرد النص، ثم قياسه فاسد. من قال لك إن النار خير من الطين؟ النار تحرق، والنار فيها طيش، والنار فيها حرارة، والطين بارد وفيه نفع ورطب، ومن قال لك إن هذا خير من هذا؟ قال الله عز وجل قال فاخرج منها، عقوبة له على عصيانه، فإنك رجيم، أي مبعد ومطرود من رحمتي، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. طرده ثم وصفه أو لازمه باسم اللعنة فهو ملعون. قال وإن عليك لعنتي، وفي الآية الأخرى وإن عليك اللعنة، خلاص فهو ملعون. ولذلك قال بعض العلماء لا يشرع لنا أن نلعن إبليس لأنه ملعون، لعنه الله، فليس بحاجة إلى أن نلعنه، لأنك إذا لعنته كأنك تبرئه من لعنة الله، تقول أنه غير ملعون فأنا ألعنه لعلها تأتيه لعنة ليس مستحقا له. هو مستحق للعنة فليس بحاجة إلى لعنتك. ولذلك إذا أوقعك إبليس في شيء من بلاياه وساوسه تستعيذ بالله منه ولا تلعن، تقول لعنة الله على إبليس لأنه ملعون، فأنت كأنما تحصل شيئا محصلا ومنتهيا، مثل لو قلت اللهم اجعله في نار جهنم، هل يستفيد إبليس بهذا شيئا؟ هو في النار. قال الله عز وجل قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. لما حصلت هذه اللعنة سأل الله عز وجل الإنظار والإمهال إلى يوم البعث، وانظروا لم يقل إلى يوم يموتون،
من أجل ألا يبقى عليه أحد من بني آدم ولا في ذرة من ذرات الحياة حتى يدركهم جميعا إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، ولم يقل إلى يوم يبعثون. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني بعد أن أنظرتني لأعملن الليل والنهار ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي قراءة المخلصين، فهؤلاء الذين أخلصتهم لا قدرة لي عليهم، فهؤلاء هم عبادك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من عباده المخلصين الذين لا طاقة لا لإبليس عليهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال فالحق، والحق أقول، فالحق هذه فالحق مني أو فالحق قسمي أو فالحق كلمة تكون قسما، يعني أقسم بالحق لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فأقسم الله عز وجل أن من تبع إبليس ليملأن الله جهنم منه. ثم قال الله عز وجل قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، أي أبلغكم هذا الوحي الذي أوحى به ربي عز وجل لي وأوصله إليكم، لا أنقص منه شيئا ولا أزيد عليه شيئا ولا أسألكم عليه أجرا، إنما أبلغكم إياه، أطلب رضوان الله وأسأل الله ما عنده ولا أسألكم مما عندكم شيئا. ولئلا يتخذ الكفار هذا ذريعة للنيل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال لا أسألكم عليه من أجر. وقد قال هذه الكلمة جميع الأنبياء، قال نوح قل ما أسألكم لا أسألكم عليه مالا، والأنبياء كلهم صدعوا بهذا وقالوا دعوتنا ليس فيها شيء من أغراض الدنيا، وما أنا من المتكلفين، لا أتكلف شيئا لم يكلفني الله عز وجل به، فأنا لا أدعي علما لم يعطني الله عز وجل علما، وليس عندي اطلاع على شيء لم يطلعني الله عليه. إن هو أي هذا الذي جئتكم به ما هو إلا ذكر للعالمين يتذكرون به ويتعظون، فمن اتعظ فقد فاز ومن أعرض فقد خسر وخاب وندم. ولتعلمن نبأه بعد حين، أي لتعلمن حقيقة هذا الذي أوحى الله به إليكم بعد حين إذا نزل عليكم العذاب، أو بعد حين إذا بعثتم يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وهذا آخر مجالس هذه السورة العظيمة سورة صاد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.